الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا مراد أهلا بيك. مرحب بيك يا أمير، وكالعادة ببقى سعيد جدا أن موجود معاك. أنا أسعد. وببقى سعيد وأنت بتألق كده ربنا يخليك، بتدي حافز للشباب أنهم يتألقوا في الوسط الرياضي. نورنا حبيبي يا أمير، والله أنا سعيد بيك. ملفات كتير جدا هنتكلم فيها، خلينا نبتدي بالنادي الأهلي كده، ناخدك واحدة واحدة. تمام، رأيك في الفترة اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي، مسيرة الأهلي سواء محليا أو أفريقيا؟ يعني هو المشكله ان احنا هنا في مصر او في الوسط عموما، سواء بقى رياضه او مشجعين، تعودنا ان الاهلي بيكسب على طول. يعني تعودنا ان الاهلي بيكسب على طول، او حتى على الاقل بيحقق نتيجه ايجابيه. لكن وده في الكوره غلط، يعني حاجه غلط. يعني مفيش فريق بيبقى بيفوز على طول او فريق بيحقق بطولات على طول. بنشوف يعني الفرق العالميه بره، ريال مدريد ساعات بيبقى موجود، برشلونه، اي سي ميلان بقى له كام سنه مش موجود على الساحه الاوروبيه. لكن دي مشكلة النادي الأهلي، إن هو عاود جماهيره على البطولات، وعاود جماهيره على الفوز، وعاود جماهيره إن هو يبقى رقم واحد على طول، مش في مصر لا، جوه مصر وبره مصر. الماتش طبعا بلاتينيوم، يعني شايف إن حصل بعض اللغط وحصل بعض الهجوم على فريق النادي الأهلي وعلى أداء النادي الأهلي، وإن الفريق كان لازم يفوز هناك في أمام فريق بلاتينيوم. أعتقد إن الأهلي يعني بلاتينيوم خطف اللقاء، او يعني البلاتينيوم ظهر باداء عكس، كسب نقطه بلاتينيوم، كسب طبعا كسب نقطه، ونقطه مهمه جدا ما لهاش لازمه مع، يعني مش هتفرق معاه في مسيرته في جدول الترتيب في المجموعه. لكن هو كان بيلعب يعني النادي الاهلي، يعني احد كبار القاره في افريقيا طبعا، زي ما احنا عارفين بيأدي امامه اداء كويس، عارف ان يعني ناس كتير بتتابع الماتش، فاللعيبه برضو بيبقى عندها حافز ان هم يظهروا في لقاء زي النادي الاهلي، بيظهروا فيه بلقاء بصوره كويسه، عروض احتراف مثلا ممكن تجي لهم بعد الماتش ده، فكانوا بيبذلوا مزيد من الجهد عكس الماتشات اللي احنا شفناها قبل كده. يعني الفريق بلاتينيوم ظهر باداء كويس جدا، كان في بعض التراخي من بعض لعيبه النادي الاهلي، مش عايز اقول استهتار، لا بعض التراخي، ده اللي تسبب ان النتيجه تخرج بالتعادل 1-1. كنا نتمنى طبعا ان الاهلي يكسب، يبقى متصدر المجموعه مبكرا او ويتقاسمها مع النجم دلوقتي، ويريح جماهيره قبل ماتش النجم وقبل ماتش الهلال. لكن الاهلي طبعا يعني زي ما احنا متعودين في الاوقات الصعبه بيظهر، وبيظهر بشكل كويس، ولسه قدامنا ماتشين طبعا، ماتش النجم على ارض هنا على ارضنا في استاد السلام، ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، وماتش الهلال في السودان. وبرده يعني باكد لك من دلوقتي ان شاء الله ان الاهلي لو اكتمل صفوفه، يعني الاهلي بيواجهوا ازمه كبيره جدا في الاصابات والغيابات. طبعا يعني السنه اللي فاتت والسنه دي احنا قلنا استبشرنا خير في اول الموسم، الاصابات كانت هاديه شويه، لكن في مره واحده رمضان صبحي وحسين الشحات، يعني النجوم المؤثره بتاعتك ومفاتيح اللعب بتاعتك بتتصاب مره واحده. لكن مع عودتهم ان شاء الله، يعني حسين هيشارك ان شاء الله في ماتش النجم ويبقى موجود. رمضان اعتقد لغايه دلوقتي مش هيلحق ماتش النجم، يعني ان شاء الله يبقى جاهز لماتش الهلال. يعني في نسب انه يلحق باذن الله. يعني طبعا وجود رمضان طبعا في الوقت ده، وبعض التالق اللي شفناه مع الاهلي مؤخرا، وفي بطوله افريقيا مع المنتخب الاولمبي، والتطور الطبيعي جدا، التطور الكبير جدا لرمضان، وتطور طبيعي فعلا، ان رمضان يعني من اللعيبه المميزين جدا في الكره المصريه، وكله كان بيتفائل بيهم وبيستبشر بهم خير. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه مستقبل، يعني اعتقد ان هو يعني لغايه ده مش مصيره، سواء هيكمل مع الاهلي او يرجع تاني للاحتراف. لكن طبعا يعني لسه 5 شهور، او يعني ممكن يحصل فيهم حاجات مستجدات كبيره، لكن يعني عوده رمضان وحسين الشحات هتفرق طبعا مع الاهلي الفتره الجايه. والاهلي يعني زي ما عودنا بمن حضر، يعني مع احترامي للعيبه الموجوده، الاهلي اي لعيب بيطلع يلعب يعني بيبقى حامل هم الفانيلا وحامل هم الجماهير، يعني دي يعني نقطه ايجابيه مش موجوده في اي فرقه ثانيه. ده اللي بيعمله مستر فايلر على مدار الماتشات اللي فاتت. يعني طبعا دي نقطه ايجابيه طبعا، ان هو حتى في تصريحاته يعني هو بيعتمد على كده طبعا. هو مش عايز اقول ان هو بيعتمد كده بيريح لعيبه، لا هو بيعتمد ان هو عنده اكتر من خامه كويسه، يعني عنده اكتر من لعيب كويس، ما عنده يعني مش بيغير عشان يريح اللعيبه، لا عنده يعني مثلا في كذا مركز وليد سليمان ومحمود كهربا واحمد الشيخ وحسين الشحات ورمضان صبحي، يعني عنده 6 أو 7 نجوم كبار جدا في مراكز قريبه في الوسط الهجومي. فطبعا ان هو يغير ما بينهم، هو يعني الراجل عنده حيره، المستوى متقارب، مش عايز يعني يخلص على حد فيهم، يقعدوا مثلا يحطوش ما يلعبش خالص، عايز يدي الفرصه. طبعا يعني عنده يعني هو عنده بسم الله ما شاء الله عنده يعني كوكبه من اللعيبه في الخط الهجومي تحديدا. الاهلي ان شاء الله يعني عنده ماتش مع في الدوري ان شاء الله. يعني طب خلينا ناخدها يعني نتكلم على افريقيا مثلا الاول. شايف الاهلي قادر على الصعود باذن الله من خلال مباراتي النجم والهلال، ولا في قلق زياده عن اللزوم عند الجماهير؟ هو ما فيش قلق، يعني هو لكن هو ترقب بس من الاهلي. يعني انت بتلعب ماتش زي النجم وماتش صعب مش ماتش سهل، يعني
فرق شمال افريقيا طبعا من الفرق الرخمه في الكوره، لكن انت الفتره الاخيره الاهلي او المنتخب الحمد لله يعني تفوقوا على النقطه دي، وما عادش عندهم يعني زي زمان كنت بتبقى داخل الماتش يعني بتبقى مغلوب قبل ما تلعب الماتش، لكن الاهلي خلاص النقطه دي خلاص يعني تخطى المرحله دي، والاهلي بيقدر يكسب ويقدر يفوز. وزي ما قلت لك الاهلي في الماتشات الصعبه تحديدا بيظهر، وبيظهر في يعني طوال 90 دقيقه طبعا بتترقب ان الاهلي يجيب جون في اي ثانيه، فدي طبعا عامل نقطه كويسه ونقطه ايجابيه. الماتش طبعا على ارضك ماتش صعب، لكن انت يعني ان شاء الله الجماهير تبقى موجوده، واعتقد ان يعني اتمنى ان الجهات الامنيه توافق على حضور اكبر عدد من الجماهير، واستاد السلام استاد كويس وارضيته كويسه، وملعب الاهلي خلاص ملعب الاهلي النادي الاهلي الرسمي، فان شاء الله يبقى اكبر عدد من الجماهير موجوده، وما قدموش حاجه ان هو يحقق الفوز، فان شاء الله يحقق الفوز. وبقول لك من دلوقتي ان شاء الله يفوز على النجم ويفوز على في السودان ان شاء الله. ان شاء الله الاهم في الاخر البطوله، مش بس التاهل طبعا. كمان طبعا. للادوار المقبله. فيما يتعلق بقى ببطوله الدوري، مسيره النادي الاهلي محليا حتى الان 10 انتصارات متتاليه، بكره ان شاء الله هيلعبوا طنطا، بتشوف المسيره دي ازاي؟ وهل يعني بعض الاصوات اللي بتقول الاهلي خلاص اقترب من حسم بطوله الدوري، هل الكلام ده منطقي ولا لسه شويه؟ يعني هو لو هتتكلم عن الاهلي لما بيتصدر، الاهلي ما بيتصدر ما بينزلش، صعب ان هو يرجع، صعب ان هو يتراجع، ما بيبصش لحد وراه يعني. الاهلي لما بيتصدر الدوري خلاص بطريقه سالك زي ما بيقولوا يعني. الاهلي دوت 10 30 نقطه من 10 ماتشات، عنده ماتشات صعبه الماتشات الجايه، لكن الاهلي يعني معاه فرقه تقدر تكسب في اي وقت في الدوري تحديدا. يعني لغايه دلوقتي ما شفناش فرق قوي او افضل من النادي الاهلي، لا الاهلي هو الافضل لغايه دلوقتي، سواء باب الاحتياطي او بالاساسيين او بالمدير الفني فايلر اللي بيقدم مستوى كويس جدا، وبيفكر الجماهير بمستر مانويل جوزيه، والحقيقه بيحفز اللعيبه، واللعيبه عندها روح عكس مش عايز اقول المديرين الفنيين قبل كده للنادي الاهلي، لكن الاهلي فايق كرويا باستثناء مباراه بلاتينيوم طبعا الشوط الاول تحديدا. وطبعا يعني كان في اصابات كتير، كهربا ورمضان صبحي اسف وحسين شاور غيابات دي اثرت طبعا، والتغيير الاضطراري اللي بدا في اول الماتش ونزول كهربا في الشوط الثاني يعني ما كانش برده لسه ما خدش حسيه الماتشات الافريقيه مع الاهلي. الاهلي في الدوري يعني هو الاقرب بنسبه 90% خلاص ان هو يفوز. طبعا نسبة كبيره جدا. طبعا يعني الاهلي في الدوري يعني ما فيش اقرب منافسيه يعني طبعا بعاد جدا عن الترتيب. بيراميدز او الزمالك يعني مش بيفقدوا نقاط سهله جدا، عكس الاهلي اللي بيحافظ على النقاط 30 نقطه من 10 ماتشات. عنده لغايه دلوقتي يعني عنده القوام الاساسي اللي يقدر يجيب له البطوله، يحقق له البطوله. الغيابات زي ما قلت لك في الاول يا امير، الاهلي بمن حضر يعني حتى لو 10 لعيبه اتصابوا، لا الاهلي يعني عنده كذا لعيب ممكن يقدر ينزل ويسد ويلعب، والاداء الرجولي بتاع النادي الاهلي معروف في الماتشات وفي الاوقات الصعبه، عكس الفرق التانية يعني من ان انت بتبقى قاعد يعني بتبقى قلقان ان هم يعني مش ما تبقاش مطمن 100% ان هم يكسبوا الماتش او 99% مش واثق يعني مش واثق ان هم يكسبوا الماتشات، عكس الاهلي يعني. دي طبعا حاجات ايجابيه في النادي الاهلي. الدور الثاني ان شاء الله باذن الله يعني عوده الجماهير بصوره طبيعيه ان شاء الله، يعني حوالي 15000 او 20000 في محاولات باذن الله، في محاولات من التحت محاولات ان شاء الله ان يبقى الاعداد تزيد تدريجيا، وان شاء الله تجربه تذكرتي والفان اي دي والحاجات دي كلها تساعد طبعا ومعاوين مهمه. والحقيقه الجماهير المصريه امير لما بتحط لها قواعد واسس بيمشوا عليها بقى في التزام، وشفنا طبعا بطوله ام افريقيا للكبار وبطوله ام افريقيا تحت 23 سنه، الحقيقه الناس اللي التزمت والناس كلها يعني تجربه الفان اي دي تجربه مميزه جدا وتجربه ناجحه جدا، ان شاء الله الفتره الجايه يتم تعميمها ونتكلم فيها زي ما انت قلت امير بعدين. لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لك الاهلي ماتش بكره ماتش يعني مش سهل. هيتعامل مستر فيلدر ازاي في مباراه الغد؟ هل هيريح بعض اللاعبين يشارك البعض الاخر اللي كان بقى له فتره ما بيشاركش اصلا، ولا ممكن تكون السياسه بتاعته يعني هو يعني طبعا كل اللي متابع لمستر فيلدر تيجي تقول له حط التشكيل بتاع ماتش بكره يقول لك لا مع مستر فيلدر مش ما تتوقعش يعني. ممكن تلاقيه مغلق 3-4 لعيبه مره واحده في التشكيل. فدي حاجه كويسه زي ما قلت لك، حاجه هو الراجل عنده اوراق متاحه ان هو يقدر يعمل. شايف حاجه كويسه ولا البعض ممكن بياخدها من جانب سلبي شويه، ان انت ما بتعمل تدوير كتير فيعني بتهز من استقرار الفرقه او التشكيل الاساسي اللي فيه ما بينه وبين بعض انسجام يعني؟ هو انا رايي يعني شايف ان انت تعمل تدوير بين 15 او 16 لعيب، يعني 15 او 16 لعيب تعرف تلعب بيهم هم دول التشكيل الاساسي. يعني تقدر
تبدل الاثنين في ماتش، لكن في ماتشات اللي قويه مثلا بتنزل بالتشكيل الاساسي بتاعك، لكن الظروف غصب عن الراجل طبعا الاصابات والغيابات طبعا هي اللي يعني في بعض الاوقات بتجبره ان هو يعمل تغييرات في بعض الاماكن، لكن التدوير في ال 25 او 30 لاعب لا ده حاجه صعبه قوي، حاجه يعني اعتقد ان هو كمدير فني طبعا يعني لغايه دلوقتي بيحاول يوصل ل 16 او 17 لعيبه هيعتمد عليهم الفتره الجايه. واعتقد ان هم يعني خلاص الاسامي محفوظه، لكن زي ما قلت لك ان الاوراق كتير جدا يا امير، عنده اكثر من عنصر وعناصر مميزه جدا يعني قفشه، صالح جمعه، رمضان صبحي، وحسين الشحات، وكهربا، وقدام برضو كازار، ومروان محسن، واجاييه يعني الحقيقه، وفي الدفاع محمود متولي، ورامي ربيعه، وايمن اشرف، وعلي معلول، يعني عندك واحمد فتحي طبعا، وكابتن محمد، ومحمد هاني. عندك اسامي في كذا مركز انت محتار يعني لو يعني مين اللي يلعب يعني مين افضل، ده أو ده ولا ده، انت ممكن تختار احمد فتحي، ممكن اختار محمد هاني، انت ممكن تختار رامي ربيعه، ممكن حد تاني يختار محمود متولي، لكن الاسامي يعني ما فيش حد مميز اللي هو تقدر تقول مثلا ده رقم واحد في مركزه. فدي حاجه طبعا كويسه، وحاجه طبعا يعني في الاول وفي الاخر بترجع لرؤيه الجهاز الفني، وده هيساعد كمان المدير الفني في ضغط المباريات الكتير سواء في البطولات المحليه او في دوري ابطال افريقيا يعني. طبعا طبعا ضغط المباريات ده بيأثر بشكل او باخر طبعا، احنا للاسف يعني بنصحح اوضاع سواء بقى بطوله الدوري او كاس مصر او البطولات الافريقيه اللي الحقيقه بتتغير بشكل مفاجئ، يعني ما بتقولش مثلا قبلها بسنتين او ثلاثه ان احنا هنغير السنه الجايه في تغيير لدوري ابطال افريقيا او للكونفدراليه، مش زي بره مثلا بتحط الجدول من اول يوم واحد لغايه يوم لغايه في شهر 9 لغايه شهر 6 مثلا، الماتشات معروفه والتغييرات معروفه، حتى لو في تغيير النادي مثلا بيبقى عارف ان هو تغيير في ماتش او ماتشين في الموسم كله، مش مع احترامي كل مثلا 3 أو 4 ماتشات تلاقي ماتش متغير، 3 أو 4 ماتشات تلاقي ماتش متأجل. فإن شاء الله يعني الموسم ده يعني هيبقى موسم يعني مش عايز أقول تكملة للمواسم الاستثنائية اللي فاتت، وإن شاء الله يعني نبتدي الموسم الجاي على زي ما بيقولوا على نضيف يعني إن شاء الله، ونحط جدول معروف ده مع مين وده هيخلص إمتى وده هيلعب إمتى، ويبقى طبعا ضغط الماتشات والضغط المباريات والحاجات دي طبعا، يعني بنشوف فرق امير بتلعب بتريح يوم بتلعب تاني يوم، يعني شفنا طنطا كان ليهم ماتش يوم 15 ولا يوم 17 او 18 في الدوري حاجه زي كده، بنشوف فرق ممكن تقعد 10 ايام ما تلعبش وترجع تلعب، لكن طبعا زي ما قلت لك يعني ده تكمله للمواسم الاستثنائيه طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه يعني الدنيا تتحسن والاوضاع تبقى طيب. خليني سريعا اقول قائمه النادي الاهلي مباراه طنطا غدا زي ما هي قدام حضراتكم كده على الشاشه، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد، ده في خط الدفاع. في خط الوسط عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وكهربا، وفي الهجوم كل من جونيور اجاييه وصلاح محسن، وليد ازارو، ومروان محسن. نعيدها على حضراتكم مره ثانيه، حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، ومحمود وحيد. خط الوسط عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود عبد المنعم، كهربا، وفي الهجوم كل من جونيور اجاييه وصلاح محسن ووليد ازارو ومروان محسن. رايك ايه في القائمه دي؟ ده طبعا قائمه مباراه الغد امام فريق طنطا في بطوله الدوري. يعني طبعا زي ما قلت لك امير الاهلي مليان بالنجوم، لكن في مشكله اعتقد اليو ديانج خلاص مش هيلعب الماتش الجاي، هو موقوف يعني طبعا عمرو السوليه هيبقى لوحده في ديفندر، فاعتقد ان هيبقى جنبه محمد مجدي قفشه هو الاقرب ان هو يبتدي معاه. طبعا يعني قفشه طبعا هو الاقرب بيلعب مع جنب عمرو السوليه، يعني بنشوف حظ سيء جدا قبل كده اليو ديانج، وقبليه برضك من فتره حمدي فتحي طبعا اصابه، يعني لعيبه من اللعيبه الواعده جدا بصراحة. من اللعيبه الواعده جدا، وكان المنتخب حاط عليه امال جدا، والحقيقه قدم مستويات كويسه في الماتشات الوديه، وشفناه احرز هدفين وكان ماشي بمستوى كويس، ولكن يعني زي ما قلت لك يا امير ان الاهلي بيواجه حظ سيء قوي في سواء بقى الموسم اللي فات او الموسم ده في الاصابات. اتمنى ان يبقى ليا حل، ويعني لو الفريق لو الاهلي مكتمل يعني طبعا كانت هتفرق جامد جدا جدا مع الاهلي في سواء في افريقيا او في الدوري. ماتش بلاتيون ده اعتقد لو وجود رمضان صبحي وحسين شحات كانت النتيجه فرقت بشكل كويس جدا، لكن ان شاء الله الاهلي في الدوري يقدم لنا ماتشات كويسه. حتى اللعيبه اللي موجوده في المباراه نقدر نكسب بصراحه يعني، وطبعا شفنا اكتر من فرص غريبه بتضيع جدا، وهدف كهرباء طبعا، وهدف محمود كهرباء يعني مش عارف هو ضيعه ازاي، لكن لو لعب كذا ماتش يعني طبعا هو بعيد
بقى له اكتر من بس كان مؤثر. انت بتشوف ايه طبعا كهربا من كهربا من اللعيبه المميزه جدا والمؤثره جدا مع اي نادي بيلعب ليه طبعا. لعيب مهم جدا لو يعني اتمنى ان هو يستمر في تركيزه ده وهيكون يعني هو لعيب من اللعيبه الكبار يعني ايام كوبر مستر كوبر كتحديدا كان رقم واحد في اختيارات مستر كوبر كان محمود كهربا وكان محمد صلاح من اللعيبه الاساسيه اللي كانوا بيعتمدوا عليهم اجيري في الفتره الاخيره. كهربا طبعا من العناصر الاساسيه كانت مع اجيري لكن طبعا الغيابات والاصابات اللي كانت مع النادي السابق الزمالك طبعا ابعدته عن المنتخب. كهربا من العناصر المميزه جدا من العناصر اللي في الاربع او خمس سنين اللي فاتوا اثبتوا نفسهم طبعا كان من ناشئين النادي الاهلي وكنا يعني كنا نتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي لكن قادر ان هو يقدر يتواجد ويرجع تاني. الاهم ان هو عادي النادي الاهلي عادي طبعا عادي النادي الاهلي وتواجد يعني. وطبعا وان شاء الله يحقق النتيجه طيب. اللي مستنيه منها الجماهير النادي الاهلي. لكن واضح من القايمه كده ان مش هيبقى في تغييرات كتير في التشكيل، بالتالي تتوقع التشكيل ايه؟ يعني طبعا محمد الشناوي طبعا يعني بسم الله ما شاء الله عليه مقدم مستويات رائعه من اكتر من سنه مع سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي والحقيقه يعني قادم من الخلف يعني كان بعيد جدا ما حدش يعني انت قبل كاس العالم تيجي تقعد تتكلم مين حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم الحضري شريف اكرامي احمد الشناوي لكن احمد محمد الشناوي للامانه يعني قدم مستويات رائعه جدا وحد ملتزم وربنا بيكرمه او بيوفقه على المجهود اللي هو بيعمله مركز في مركز جامد جدا عليها. حتى في المنتخب بيشكروا فيه وبيثنوا عليه ان هو من اللعيبه المركزه جدا نادرا لما تلاقي حد ما بيعملش مشاكل حتى لو قاعد احتياطي لكن الحارس بيقدم مستويات كويسه جدا. اعتقد رامي ربيعه طبعا علي علي معلول احمد فتحي معلول ولا ممكن نلاقي محمود وحيد موجود؟ لا اعتقد علي معلول القايمه على شمالك لو حابب تتوقع يعني علي معلول طبعا لا غبار عليه طبعا لعيبه من اللعيبه المهمين جدا في الدوري المصري وفي الاهلي الفتره الاخيره واحد افضل يعني ظهير ايسر في افريقيا مؤخرا طبعا اعتقد يعني ياسر ابراهيم او محمود متولي يعني اعتقد محمود متولي الاقرب الاقرب طبعا في النص عمرو السوليه وجنبه قفشه ايوه وحسين الشحات لو جاهز طبعا يعني طبعا موجود هو طبعا موجود يبقى جاهز خلاص يعني حسين الشحات يعني طبعا جاهز يبقى طبعا يبقى موجود في التشكيل الاساسي طبعا اجايه ومروان محسن مروان محسن هل ناقص لعيب كده كهربا بقى ولا كهربا إيه؟ ولا احمد الشيخ يستمر يلعب ولا تتوقع يعني ممكن حسين يمين وكهربا شمال انا اتوقع ان كهربا هيبتدي يعني حسين كهربا شمال وحسين يمين يبتدي يعني حسين يبقى الاثنين على ده جناح ايمن حسين الشحات وممكن كهربا جناح ايسر وفي الهجوم طبعا مروان محسن او ازارو بس اعتقد مروان محسن هو الاقرب مروان محسن رايك كيف استقفاقه مروان محسن خلال الماتشين اللي فاتوا هدفين في مباراه اف سي مصر والمباراه الاخيره امام بلاتينيوم؟ والله مروان على طول مثير للجدل يعني طبعا الجماهير لما تطلع تنتقده تلاقيه مع المنتخب رقم مهاجم رقم واحد على اكثر من مهاجم موجود وبيلعب راجل لعب كاس عالم فطبعا يعني سكت مع احترامي سكت كوبر وسكت بعديه اجير وسكت لاسارتي وسكت لاسارتي والمديرين الفنيين ودلوقتي رينيه فايلر طبعا على في موجود طبعا ازار وفي صلاح محسن فهو يلعب عليهم فكل دول طبعا مدربين كبار فاكيد طبعا. مروان من المهاجمين الكويسين جدا بالزبط. لكن الجماهير او النقاد عايزين على طول متعودين بقى على عماد متعب متعودين على فيجو ان المهاجم كل ماتش يجيب جون او اتنين فمروان دوره تكتيكي اكتر منه من يعني ادائي خصوصا اساليب اللعب اختلفت يعني طبعا يعني ما عادش زي زمان يعني هم الناس متعوده على متعب او فرافي ياخد الكوره من نص ياخدها وان تو مش عارف مع تريكا او يخش يجيب جون لكن مروان يعني كتكتيكي يعني اكتر منه فنيا فمروان من العناصر الكويسه جدا لكن ان شاء الله الفتره الجايه اتمنى ان هو يتالق وبيواجه سوء حظ صعب قوي في الاصابات ان هو ممكن يلعب ماتشين ثلاثة ويتصاب ماتش او ماتشين ويرجع تاني لكن عنصر مهم لكن طبعا عنصر مهم ووليد ازارو طبعا عنصر مهم طبعًا. وصلاح محسن طبعا من العناصر الكويسه جدا لكن اتمنى ان هو يهتم بنفسه اكتر ويركز في التدريبات صلاح من العناصر المهمه جدا كانت في تشكيله المنتخب الاولمبي للكابتن شوقي غريب لعيبه من اللعيبه الواعده لكن اتمنى ان هو يستغل الفرصه ان هو موجود في نادي زي النادي الاهلي ويركز اكتر الفتره الجايه عنده امكانيات تساعده ان هو يبقى مهم
مهاجم النادي الاهلي دي. فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان هو يركز ويبقى موجود سواء بقى مع النادي الاهلي او حتى منتخب الاولمبي اللي داخل على بطوله اولمبياد طوكيو. اتمنى ان هو موجود ان شاء الله معاهم في الاولمبياد، حد من العناصر الكويسه جدا اللي بيعتمد عليها الكابتن شوقي غريب. ويرجع تاني نشوفه زي يعني هو خد فرص لكن ما ظهرش بالمستوى اللي جماهير النادي الاهلي مستنياه. فان شاء الله يعني نتمنى له التوفيق الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق، لكن واضح من قائمه النادي الاهلي ان مستر فايلر واخد المباراه بمنتهى الجديه، خصوصا ان انت في مرحله حاسمه جدا يعني في سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد فيما بعد مباراه طنطا. انت عندك المقاولين اللي هو المنافس المباشر ليك دلوقتي في بطوله الدوري، بعد كده مباراه غايه في الاهميه يعني مباراه النجم الساحلي. طبعا انت في الاخر مباراه طنطا بثلاث نقط بالظبط، يعني انت ما بتلعبش مثلا لو كسبت تاخد نقطه، لا انت بتلعب ثلاث نقط، ثلاث نقط دول بيفرقوا معاك في جدول الترتيب طبعا، بيرجعوا لك الثقه طبعا اللي انت يعني فقدت جزء منها في ماتش بلاتينيوم، بتواصل الفريق بيوصل التألق والارقام القياسيه طبعا في الدوري ان هو يحقق 11 فوز متتالي يعني من اكتر من سنه ما حققهاش. زي ما قلت لك طبعا يا امير ثلاث نقط هيفرقوا معاك في جدول الدوري، هيفرقوا معاك عن الفرق اصحاب اللي بتنافسك زي ما انت قلت المقاولين بالظبط. وماتش صعب بعدها ماتش طبعا ماتش المقاولين هيبقى ماتش صعب جدا، ماتش القمه دلوقتي في الدوري الاول وثاني، لكن الاهلي طبعا يعني طبعا ماتش صعب وماتش بطنطا عايز يثبت نفسه، وشفناه قدم اداء كويس امام الزمالك وكان قريب من الفوز. اللعيبه طبعا ماتشات الاهلي والزمالك طبعا مش مقياس ان انت بتلعب طنطا، لا طنطا من الفرق في دوافع مختلفه بقى في دوافع مختلفه ان هو بيلعب في مع اقوى فرق في البطوله، عايز يثبت نفسه اللعيبه عايز يثبت نفسها عايز تظهر نفسها، فيبقى ماتش صعب مش ماتش سهل. طيب بخلاف بقى الاهلي واتكلمنا واطمنا عن النادي الاهلي بشكل كبير وقلنا الحركه القائمه الخاصه بمباراه الغد، لكن في بعض الملفات الاخرى بخصوص الكره المصريه بشكل عام والاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الخماسيه الحاليه. في البدايه عايز اتكلم على اللائحه واهم البنود اللي ممكن يتم تعديلها في لائحه النظام الاساسي الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم. وسمعنا بعض البنود، الاول ان اعضاء اللائحه هيبقى 11 اعضاء المجلس يبقى 11 او 9 او 7 والسيدات عددهم هيبقى قد ايه، كان جمع ما بين العمل الاعلامي وكل الامور دي، قول لنا التفاصيل اللي فيها يعني هو لغايه دلوقتي يعني هو لغايه دلوقتي كلها محل جدل، اللائحه محل جدل، ما فيش حاجه رسميه لغايه دلوقتي، كلها نقاشات دلوقتي. لسه اتحاد الكره ما اعلنش عن اللائحه الاساسيه، طبعا هيعلنها بعد ما يعرضها على الفيفا وياخد موافقه الفيفا ويعرضها على الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه توافق. لكن طبعا زي ما انت قلت يا امير في اكتر من بند يعني عليه مشاكل وعليه خلافات. طبعا بند 8 سنين سمعنا ان عايزين يخلوه 12 سنه بدل 8 سنين. هل ده كان اقتراح من مسؤولي الفيفا ولا اقتراح من كل يعني معظمها كلها مقترحات من مسؤول الاتحاد الدولي؟ بند 8 سنين، عدد مقاعد السيدات في الاتحاد في المجلس 2 او 3 او 1 على حسب عدد الاعضاء. يعني في راي قال لك ان يبقى مفتوح لو عايزين يدخلوا كذا حد يدخلوا ولو نجحوا خلاص. شوف سمعنا 2 سمعنا 3 لسه لغايه دلوقتي برضك ما فيش حاجه رسميه. برضك عدد اعضاء المجلس 11 او 9 او 7، هما بيفضلوا ان هو يبقى 7 لان كنا كان قبل كده 11، فبيقول لك 11 ده انت لما تقعد تناقش موضوع مهم هتقعد تسمع من كل واحد 10 دقايق هتاخد في الملف وقت كبير، لكن عكس لما بيبقوا 7 او 5 الملفات بيتم انجازها بسرعه اكبر. فده السبب الرئيسي ان هم عايزين يقللوا عدد المجلس. الاقرب هيبقى ايه؟ الاقرب لا لغايه دلوقتي الاقرب 11 زي ما هم يعني الاقرب لغايه دلوقتي 11 زي ما هم. برضك من الحاجات اللي الجمع بين الاعلام العمل الاعلامي ده من الاخر يعني مش عايز اقول ان هم بيضربوا في ناس لصالح ناس. يعني عايزين يستبعدوا بعض الشخصيات من الانتخابات الفتره الجايه وبيهيئوا مين هم اللي عايزين يستبعدوا؟ يعني تردد ان يعني كابتن هنا وريده ان هو عايز يبعد بعض الشخصيات زي كابتن احمد شوبير او وفي بعض الاسماء الثانيه زي كابتن سيف زاهر، مش عايز يبقى في تضارب في الجامعه بين الاعلام وبين العمل واتحاد الكره. هل الموضوع شخصي ولا موضوع المصلحه العامه؟ لا هو يعني فرد دراعات فرد يعني قوة يعني. لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه. قبل كده برضو اتكلموا في الموضوع ده اللي هو العمل الاعلامي وان هو ما ينفعش تدخل تترشح تبقى اعلامي وتخش ترشح في انتخابات اتحاد الكوره،
فقال لك انا يعني مثلا كابتن زي كابتن شوبير قال لك انا في البطاقه ووظيفتي مش اعلامي، انا راجل لعيب كوره و... فايه اللي يثبت لنا اعلامي؟ او يعني في تحايل عليها في الحته دي يعني مش هتقدر تمسكها، مش هتقدر تتحكم فيها بشكل رسمي يعني. انا انت راجل دلوقتي في قناه الاهلي، هديك ساعه الانتخابات هتقدم، هتاخد اجازه مثلا شهرين، وبعد ما تنجح لو نجحت ممكن اكمل في العمل الاعلامي او مش هكمل. طب انت كمحلل ممكن اشتغل محلل، يعني ممكن تحكمها ازاي؟ هي بس ملهاش دي نقطه. ملهاش يعني ماسكه او طب ملهاش. طب انت مع انهي اتجاه؟ لا والله اي حد يدخل الانتخابات، والافضل هو اللي ينجح طبعا. كابتن هاني ابو ريده طبعا يعني من الشخصيات المهمه جدا، امير في الكره المصريه، وراجل من 21 شخص شخصيه بتدير الرياضه في العالم، عنده علاقات الحقيقه يعني في سواء في الاتحاد الدولي او في افريقيا، من الناس اللي بتحظى بحب وثقه من الناس بره سواء في اي مكان، سواء بقى يعني انا في اتحاد الكره بقى لي 12 سنه، فالحقيقه كذا مشكله وكذا ازمه كابتن هاني كان بيحلها. كابتن شوبير وجوده كنائب طبعا من الناس الاداريين الناجحين جدا طبعا، قمه كبيره طبعا من الناس شوبير. الناجحين جدا جدا اداريا، والحقيقه قضى سنه داخل اتحاد الكره كان في بعض الملفات المجمده هو قدر يعني يحلها وقدر يخلصها، وبيحظى بحب وثقه الجمعيه العموميه. في طريقه شويه يعني طبعا، هو كان المجلس، هو المشكله ان المجلس الاداره السنه اللي فاتت يعني كابتن هاني ابو ريده كان يعني احنا بنشوف في كذا مجلس جبهتين، لا كان للاسف اتحاد الكره كان ثلاث او اربع جبهات يعني كل واحد مع واحد كل واحد مع واحد، فده اللي كان سبب الازمه وسبب الخلافات وكان سبب المشاكل. لكن كاسماء لما تيجي تتكلم هنا ابو ريده، لا قيمه وقامه شوبير، كابتن احمد شوبير طبعا، سيف زاهر، اسامه عبد الفتاح، كابتن الدكتور كرم كردي، كابتن مجد عبد الغني، كلها اسامي طبعا لما تيجي احمد مجاهد طبعا تتفق او تختلف معاه، من الناس الشاطره اداريه جدا ومن الناس اللي فاهمه جدا والناس اللي عندها درايه باللوائح دي حقيقة. يعني في اي ملف تديه له يقدر ينجزه. لكن كابتن خالد لطيف يعني اسامي هتقعد تتكلم عليها امير يعني، هم كلهم قامات، لكن للاسف كان المشاكل هي اللي غالبه وهي اللي مسيطره على الاجواء جوه اتحاد الكوره، فده السبب ان في الفتره الاخيره يعني ده السبب ان المجلس ده ما اداش الصوره اللي احنا كنا مستنيينها منه، واثر كمان على المنتخبات في الحقيقه، واثر على المنتخب طبعا والازمه طبعا كتير. يعني طبعا كان في ازمات كتير جدا الفتره الاخيره بسبب الانشقاق داخل اتحاد الكره. لكن زي ما بقول لك انا اتمنى ان المجال مفتوح لاي حد عايز يترشح، والافضل هو اللي يجي يقود اتحاد الكره. واتمنى يعني طبعا من البنود المهمه جدا اللي هو القايمه انت تخش مثلا امير ومعاه قائمته، امير ينجح قائمته ينجح، ده لا مفيش مستقلين، يبقى بالقوائم يعني ده من الحاجات برضك المهمه اللي هيبقى عليها برضك خناقه الفتره الجايه. ان هو مش عايز زي زمان كل واحد مستقل، ده ينجح بقى على الاصوات يخش المجلس، لا عايزين بنظام القوائم. القائمه دايما بتبقى افضل، لان لما بيختاروا قائمه بيبقى في تفاهم ما بين الناس اكيد عارفين. هو يعني ده طبعا من المجلس اللي فات هو احد الاسباب في كده، ان هو انا قال لك انا كابتن هاني تحديدا انا كان معايا مجلس في ثلاثه او اربعه دخلوا علينا حصل مشاكل، فالافضل ان الفتره الجايه يبقى في قائمه موحده يبقى فيها تفاهم، انا مختار امير ومختار كذا، الناس هبقى فاهمه انا هعمل معاهم ايه. فده بسبب ده السبب الرئيسي للفتره الاخيره ان يبقى في اتجاه لاقامه الانتخابات بالقائمه الموحده، وشايف انها يعني لو الموضوع في ايد الجمعيه العموميه لا الموضوع مش هيتوافق عليه اللي هو القائمه الموحده، ان في ناس انديه زي ما بيقولوا انديه اللي هي القسم الثاني والثالث بقى ليهم مرشحين معينين بيخشوا يعني بيديهم اصواتهم مقابل ان هم يبقوا صوتهم جوه في قلب المجلس. لكن لغايه دلوقتي كل الحاجات دي كلها لسه محل خلاف يا امير، ما فيش حاجه. الحسم هيبقى امتى؟ يعني هو المفروض ان في هيبقى في جمعيه عموميه في اخر 2 او في 3 في مارس هيتم التصويت على الجمعيه العموميه دي، ويتم وياخدوا الموافقات عليها، وبعد كده يلجأوا للفيفا. تمام. الفيفا توافق على طب هل اللجنه الخماسيه عرضت مشروع اللائحه على الانديه ولا لسه؟ لا هم طلبوا بس مقترحات. مقترحات هم بعتهم من اكتر من شهر للانديه، بعتوا لنا مقترحاتكم، ما فيش الا نادي واحد بس هو اللي بعت اعتقد اسمه ميجا سبورت في القسم الثالث هو اللي بعت مقترحات. ده ما بعتش، لكن لغايه دلوقتي بدا اتحاد الكره يرجع تاني منطقيا بشكل اكبر، يعني ان يبقى في مشروع لائحه والمشروع ده انا اعرضه على الانديه والانديه تقول مقترحاتها. صح. ليه ما حصلش كده؟ هو لغايه دلوقتي يعني المفروض زي ما انت بتقول كده، هو فعلا يعني في بعض الانديه بعض الطلبه قال لك ابعتوا لنا مشروع لائحه واحنا نتكلم فيه ونعدل لكم نقول لكم مثلا المقترحات دي. واعتقد ان اتحاد الكوره بيعمل حاجه زي دي دلوقتي، وهيبعت تاني مشروع لائحه للانديه وبيتم مخاطبه الانديه، وان شاء الله الفتره الجايه في الاول والاخر يعني مصلحه الرياضه ومصلحه الكوره باذن الله. طيب خلينا نخش في ملف تاني هو خاص بالكابتن حسام البدري. النهارده معايا خبر في يلا كوره بيقول لك الكابتن حسام البدري يطلب حجز تذاكر سفر الى لندن لحضور مباريات المحترفين.
رايك في الخبر ده؟ يعني هو لو الخبر صح هيتروح تراقب مين؟ محمد صلاح؟ هو ده السؤال بصراحه. يعني لو محمد صلاح مثلا مش مستواه مش هنجيبه منتخب؟ لا لو محمد صلاح لو برجل واحده هيجي المنتخب. طيب طب مثلا احمد حجازي؟ لا هو احمد يعني طبعا من العناصر الاساسيه في المنتخب عندك، يعني مع احترامي لغايه دلوقتي ما عندكش حد افضل من احمد حجازي. يعني طب تريزيجيه؟ طبعا يعني هل تريزيجيه لو مستواه قليل شويه؟ انت عندك الثلاثه الاساسيين، انت بتتكلم ثلاثه اساسيين او ثلاثه قوام اساسي للمنتخب، تحطهم وتحط عليهم باقي الباقي. طب لو الخبر ده صحيح يبقى ايه الغرض من السفر؟ لا انا مش يعني مش عارف الخبر صح او غلط يعني. لو يعني يعني لو صح طبعا يعني شايف ان هو حاجه مش في محلها طبعا. انت تسافر تتابع نجوم زي دي، طبعا النجوم من العناصر الاساسيه عندك، الاولى ان انت تسافر تتابع لو في وجوه جديده تكتشفها، في يعني تشوف لعيبه تانية. لكن هو لو رايح ان هو يقعد مثلا، او ممكن الخبر وراه مغزى تاني يا امير، ان هو مثلا محمد صلاح طبعا مشاكل، المشاكل والخلافات الاخيره الفتره الاخيره، وان هو طلب كذا مره ما يجيش المنتخب او يريح في الماتشات، قال لك الماتشات مش مهم قوي. يعني ممكن ده المغزى من الهدف، لو يعني ده المغزى طبعاً من الخبر. لو ده المغزى من الخبر يعني ممكن يبقى قاعده مع طبعاً. صلاح طبعا. لكن اعتقد ان لو كده كان الكابتن مثلا حسام طلب ان هو يسافر بعيد عن الماتشات او بعيد عن اي حاجه ويقعد مع واحد زي محمد صلاح، طبعا وجود زي ما انت قلت يا امير مؤثر طبعا ومهم. هو في خلافات ما بين اللجنه الخماسيه والكابتن حسام لا مش اللجنه، لا اللجنه الخماسيه والكابتن حسام، لا طبعا هما الناس هما اللي جايبينه طبعا. هو بص هو في تصريحات، يعني تصريحات بتبقى تصريحات جدليه يعني شويه. محمد فضل، طب كابتن محمد فضل من كام يوم كده طلع قال لك احنا كنا هنجيب ايهاب جلال وايهاب جلال ما وافقش فجبنا حسام البدري، فالتصريح زي ده ممكن يضايق طبعا كابتن حسام البدري. طبيعي هو مش يضايق كابتن حسام لان دي كانت الحقيقه مع احترام للكابتن حسام البدري. ايوه بس التوقيت التصريح يعني ايه لازمته؟ ما خلاص كابتن حسام دلوقتي هو مدير فني مثلا يعني. هو طبعا يعني كان ايهاب جلال رقم واحد، مرشح رقم واحد، والكابتن حسام بدري عارف حاجه زي كده، وتم الاستقرار على الكابتن حسام بدري. طبعا انا من وجهه نظري شايف ان كان في اختيارين هم الافضل للمنتخب، لمنتخب مصر، الكابتن حسام بدري رقم واحد والكابتن حسام حسن رقم اثنين، مع احترامي لايهاب جلال او عماد النحاس او كابتن حسن شحاته او لسان الطرد دي، شايف ان اختيار البدري هو الاختيار الافضل. لكن طبعا التصريح زي ده طبعا بيبقى فيه نفسيات، يعني طبعا هيصير مشاكل وهيصير ازمات. لكن زي ما قلت لك اللجنه الخماسيه هي اللي جايبه حسام البدري، فغصب عنهم لازم يساندوا حسام البدري، لازم يساعدوه عشان ينجح. هو البعض بيستنتج بس الازمات دي او الخلافات بسبب التصريحات اللي بتبقى كتير زي تصريح كابتن محمد فضل. لكن عايز اسالك برضو عن الجهاز الفني المنتخب الوطني الاول، هل في خلافات ما بين كابتن حسام البدري واعضاء الجهاز زي ما بيتقال؟ عشان ما نجملش الصوره قوي، كان بصراحه يعني عشان ما نجملش الصوره قوي، كان في خلافات فنيه في يعني خلافات فنيه، لكن اعتقد ان الخلافات دي الفتره الاخيره يعني خلاص تلاشت خلاص. والكابتن حسام بدري طبعا يعني حتى في كذا ماتش بنشوف يعني كان خلافات بيقال انها بين الكابتن حسام وبين طارق مصطفى، ولكن دلوقتي خلاص يعني الموضوع كان اختلافات فنيه، اختلافات فنيه، لكن خلاص بنشوف كذا ماتش دلوقتي الكابتن حسام بدري ومعاه طارق مصطفى. اذا تعديل في الجهاز الفني ده لا لا صعب مستحيل طبعا. طب ماذا لو لا قدر الله المنتخب يعني ما وافقش في اول مباراه في تصفيات كاس العالم؟ هو اول ماتش في شهر 3 في تصفيات كاس العالم، لسه القرعه يوم 21 يناير. لو ماتش صعب طبعا يعني لو ولعبناه بره وخسرنا اعتقد يعني مش هيبقى النتيجه يعني هيدخلك في مشاكل. لكن لو ماتش فرقه ضعيفه وهنا في مصر يعني مثلا ماتش وقعنا مع ماتش زي منتخب زي كينيا مثلا او مدغشقر او جزر قمر او جزر وتعادلنا معاهم هنا، اعتقد ان هيبقى في مشاكل وفي ازمات في جوه الجهاز الفني واللجنه الخماسيه. ان انت للاسف نظام التصفيات في كاس العالم ده زي نظام تصفيات ماتش غانا، فانت لازم تطلع اول مجموعه وبعد كده تتاهل تلعب ماتش تاني اللي هو التاهل الرسمي بقى، التاهل من خلاله لكاس العالم. واعتقد ان انت هتضيع نقطه في ماتشات زي دي، فهيبقى يدخلك في ازمه كبيره جدا. طبعا لازم تتاهل لكاس العالم بعد، لكن مش مستقرين على قرار معين يعني. لا يعني هيدخلك ده مهم، اصل لازم يبقى بصراحه في دعم يعني، هيدخلك في مشاكل كبيره جدا. لكن اللجنه الخماسيه هي اللي جايبه حسام بدري. عارف لو شوقي غريب اقول لك طبعا اللجنه الخماسيه مش شفره معاها شوقي غريب، ان هم ما جابوش كابتن شوقي غريب، هم كابتن هاني بريده اللي كانوا جايبين شوقي غريب. لكن هم يعني دلوقتي نجاحهم الاساسي من نجاح كابتن حسام بدري، فلازم يعني هم اللي اختاروه، فلازم دلوقتي غصب يعني لازم يساندوه لازم يساعدوه. كويس. وان شاء الله الفتره الجايه يعني مش عايزين نتشائم، ان
شاء الله الكابتن حسام بدري ان شاء الله باذن الله كان بيمر بازمات مع المنتخب الفتره الاخيره. نعم ما فيش استقرار، لكن الفتره الجايه الكابتن حسام عنده خبره وعنده ثقه في نفسه ان شاء الله ان هو يقدر ان شاء الله. اتمنى له طبعا كل التوفيق يعدي المرحله الجايه. تصريحاته هي اللي بتعمل غلط كتير شويه لكن هو تلقائي طبعا. هو تلقائي شويه لكن اتمنى له طبعا كل التوفيق. مباراه القمه كلام كتير على السوبر خلاص معروف دلوقتي في ابو ظبي يوم 20 يوم 24 في مباراه القمه كلام على اتجاه ان يبقى في مباراة القمة هناك بتاعة الدوري في أبو ظبي. مين اللي بيتبنى هذا الاتجاه يعني؟ هو مقترح يعني مقترح مش حاجة رسمية يعني أو مش لغاية دلوقتي مفيش قرار رسمي لكن هو مقترح. لكن اعتقد يعني بنسبه كبيره مش هيتم تطبيقه. لكن ماتش السوبر خلاص في 20 في ابو ظبي وان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا وكالعاده الاهلي والزمالك يقدم لنا ماتش كويس هناك ونشوف الجماهير. وزي ما قلت لك في الاول يا امير ان انت لما بتحط يعني الضوابط وقواعد الجماهير او المصريين بيمشوا عليهم وبيلتزموا بيهم وان شاء الله الفتره الجايه تيشيرت تذكرتي وبرزن ان شاء الله يقدموا حاجه كويسه للدوري ان شاء الله. تفاصيل مباراه السوبر بقى يعني هو خلاص 37,000 مشجع للماتش خلاص. في مؤتمر بكره ان شاء الله بحضور مجلس ابو ظبي الرياضي واتحاد الكوره واتفقوا هيمضوا فيه التوقيع الرسمي للماتش وان شاء الله زي ما قلت لك 37,000 مشجع. لسه بقى اتفاقيات بقى على السفر امتى والحاجات دي امتى كلها الفتره الجايه. كان في مفاضله بين 3 استادات لكن تم الاستقرار على استاد محمد بن زايد في اللي هو ملعب الجزيره. وهيتم استخدام تقنيه الفار تقنيه الفار وطاقم حكام اجنبي في الماتش. ورغم ان كان في مقترحات ان هم يبقى بطاقم حكام اجنبي ويبقى اول تجربه لتطبيق الفار لكن هم يعني لسه التجربه هتبقى جديده في الدوري المصري فخاف او قال لك الافضل ان يبقى شكل المباراه كله كويس فخلاص تم استقرار الحكام اجانب. يعني كان في تجنب حكام مصريين يعني كان في بعض المقترحات ان هو يبقى حكام مصريين ويبداوا تجربه الفار فيه لكن تم الاستقرار بصفه رسميه خلاص على حكام اجانب الماتش. وتجربه الفار طبعا ان شاء الله بدات خلاص. ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه واليه تنفيذها يعني. يعني هم اتحاد الكره بدا اول امبارح كان في تطبيق عملي كده للفنيين وبعد كده بدا امبارح للحكام. معظم الحكام هيتم تقسيمهم على مراحل تدريبيه. معظم الحكام موجودين على حوالي 58 حكم موجودين امير في التجربه. ان شاء الله هيتم الانتهاء منها يوم اعتقد يوم 8 فبراير. لغايه دلوقتي الاتجاه القوي ان شاء الله ان هم يبتدوا مع الدور الثاني تجربه الفار رسميا في جميع الماتشات مش ماتشات هو معينة. لسه مجرد اتجاه ولا قرار رسمي؟ هو بنسبة 90% مع الدور الثاني 10% ده ممكن يحصل فيهم حاجة يعني بنسبة 90% مش رسمي 100% خلاص الفار في الدور الثاني. طب هل الفار لما يطبق هيبقى من خلال غرفة مركزية اللي تتحكم في الفار او اللي هي تتكلم او تتواصل مع الحكم في اي كان الملعب في كل ولا هيبقى في كل ملعب؟ عربيات يعني في عربيات في الملاعب اللي مش هيبقى فيها غرف في لكن معظم الاستادات كلها مهيئة ان يبقى فيها مكان للفار. تمام. في عربيات 4 عربيات تم يعني بيتم النهارده اتحاد الكرة هيبقوا موجودين مع التجربه طبعا وهيبتدوا العمل بيهم. معظم يعني تجربه الفار هتتطبق بشكل صحيح زي ما بتطبق بره في اوروبا وفي الدوري الانجليزي وفي دوري ابطال اوروبا. كويس. بنسبه 100% مش هيبقى في حاجه مثلا يعني زي ما شفنا قبل كده الشاشه اللي هي ال 10 بوصه دي. لا يتم تجربه الفار بشكلها الصحيح. اتحاد الكره عايز او اللجنه الخماسيه عايزه تقدم حاجه صح 100% طبعا. وان شاء الله الفتره الجايه مستنيين بس موافقه وزاره الرياضه على الشركه اللي هتطبق الفار. وان شاء الله تبقى يعني حاجه تحسب مع الدور الثاني. الدور الثاني امتى؟ هو الغد هم مستنيين دوري المجموعات يعني دوري المجموعات تخلص امتى وبعد كده يحددوا مصير يعني الفرق المشاركه في البطوله وبعد كده يحددوا مواعيد الدوري الدور الثاني امتى رسميا. اكيد نتمنى كل التوفيق للكره المصريه بشكل عام سواء للانديه او الاتحاد المصري لكره القدم لما هو صالح للكره المصريه في المستقبل باذن الله تعالى. يا محمد نورتنا وشرفتنا حبيبي امير والله بسعدنا موجود معاك وسعيد موجود في قناه الاهلي طبعا اللي بتحظى باهتمام ومتابعه الملايين يعني جوه مصر وبره مصر. نورتنا وشرفنا دايما حبيبي. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. بكره هنكون معاكم في حلقه على مدار 60 دقيقه قبل مباراه الاهلي وطنطا وكواليس هذه المباراه. استنونا في حلقه مهمه جدا من كلام في الميديا غدا باذن الله تعالى. الى اللقاء.